أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: النفساء والحائض هل تدخل المسعى والمطاف؟ لا، المسعى نعم لا بأس، لأنه ليس مسجدا، ليس من المسجد. وأما المطاف فلا، لأنه من المسجد الحرام، والنفساء والحائض لا تدخلان المسجد الحرام أو غيره من المساجد لأجل الجلوس فيه واللبث فيه. أما مجرد المرور من باب ويخرج تخرج من الباب الآخر، أو لتأخذ حاجة من المسجد وهي حائض أو نفساء ثم تخرج، فهذا لا بأس به. نعم.